من بعد ما ساليت من الصفا والمروة، كتبدا في الصفا وتسالي بالمروة، خاصك تقص الشعر. انا ما كاينش كيشدو كيبداو يديرو كنبيشات وهادي، انا ما عاجبنيش الحال. جايب معايا الماكينة ونضرب لي الماكينة كول، نقص شوية، مازال باغي ندير عمرة اخرى ان شاء الله. هي كيطلب 5 سوايع عادي، الواحد اللي كان غادي عادي ما يزربش وما يتعطلش بزاف، يدير لك شي على حقو طريق 5 سوايع ان شاء الله بالضبط. من بعد كاين شي نصائح، هو بحال الواحد ملي يجي مع شي صنداله مريحه ديال الجلد، ما تكونش ديال الصبع حيت كتقهر. يجي معاه نظارات ديال الشمس، بعض المرات كتكون واحد الشمس واحد الحراره ومعها الرخام ابيض كتضرب لك في العينين. والبارح تمحنت ما قديش نشوف لها العينين، اليوم شويه الحمد لله، والله ما عاد على ولفت. المهم الله يتقبل من الجميع ان شاء الله، العقوبه لكم، نجيو مجموعين ان شاء الله. السلام عليكم.